بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، أهلا وسهلا أطفال الأعزاء في قناتنا. إذا نواصل مع تمارين كتاب الرياضيات صفحة 17. إذا كنا حبسنا في الفيديو الآخر رقم 6، الآن نروح لرقم 7. اكتب على شكل مجموع عدد طبيعي وكسر. إذا مجموع عدد طبيعي وكسر 20، كلا ما إذا قلنا عدد طبيعي وكسر 20، إذا 43 على 10 ماذا تساوي؟ هي 4.3. 43 على 10 هي 4.3، الجزء الصحيح والجزء العشري، يعني تساوي، لاحظوا، 4 كجزء صحيح زائد الجزء العشري اللي هو 3 على 10. إذا هذه 43 هي 4 زائد 3 على 10، هذاك عدد طبيعي، قالوا لنا على شكل عدد طبيعي وكسر 20. هاوليك كسر 20، مجموع عدد طبيعي وكسر 20. نحو الثانية، 229 قسمة 100، إذا تساوي، إذا هذه كم تساوي؟ تساوي 2.29، الجزء الصحيح وهذا الجزء العشري. إذا كيفاش نكتبوه؟ تساوي 2 زائد ماذا؟ هذا الجزء العشري. إذا 29 جزء من 100، جزء من 10 جزء من 100، كله هو 29 جزء من 100، يعني 29 جزء من 100. إذا هذه هاهوليك شكل عدد طبيعي وعدد كسري. نروح الآن ثالثة، 2017 قسمة 1000. إذا ماذا تساوي؟ تساوي 2.017، هذا جزء صحيح وهذا جزء عشري، هذا جزء من العشرة جزء من المئة جزء من الألف. إذا 2 زائد هذا كله جزء من الألف، إذا 17، نقول 17 على 1000. ماذا نديرو جزء 0 17؟ نديرو جزء 0 17 صفر لا قيمة له. إذا 17 على 1000. جيد، نواصل. نروح الآن الثامن، أعطي الكتابة العشرية لكل عدد من الأعداد التالية. إذا عندنا هاد الأعداد راح نعطو الكتابة العشرية، كتابة عشرية يعني عدد عشري. إذا نروحو للعدد الأول اللي هو 5 زائد 3 على 10، إذا هذا عدد صحيح وهذا الجزء العشري. إذا عدد صحيح يجي هنا، نديرو الفاصلة ونكتبو الجزء العشري، وثلاثة على عشرة يعني جزء من عشرة، ثلاثة على عشرة جزء من عشرة. إذا نكتب ثلاثة كجزء من عشرة، إذا عدنا جزء من عشرة جزء من مئة وجزء من الألف، وثلاثة على عشرة أكرر هي جزء من عشرة. جيد، الثانية هي 13 زائد 9 على 10، تساوي هذا الجزء الصحيح، ندير فاصلة، وهذا جزء من عشرة يعني 9، كتابة العشرية. نروحو للثالثة، هي 5 زائد 2 على 10 زائد 4 على 100، إذا هذا راه في الجزء العشري وهذا راه في الجزء المئوي، وهذا الجزء الصحيح. إذا الجزء الصحيح فاصلة، جزء من عشرة اللي هو 2، جزء من 100 اللي هو 4، إذا 5.24. الرابعة اللي هي 25 زائد 3 على 100، نعم 25 زائد 3 على 100، تساوي الجزء الصحيح اللي هو 25 وندير فاصلة، هذا جزء من 100، عندنا جزء من 10 جزء من 100 وجزء من 1000، راه على 100 فإنه جزء من 100، يجي نجي هنا وهنا نديرو الصفر، معناتها جزء من 10، إذا 25.03. الآن الأخيرة اللي هي 5 زائد 2 على 100 زائد 4 على 1000، تساوي هذا الجزء الصحيح فاصلة، عدنا جزء من 10 وجزء من 100 وجزء من 1000. جزء من 10 ما عدناش، عدنا جزء من 100 اللي هي 2، وعدنا جزء من 1000 اللي هي 4. جزء من 10 نقولها صحيح ما عدناش. نواصل، عدنا 13 زائد 9 على 1000، تساوي إذا الجزء الصحيح اللي هو 13 فاصل، عندنا جزء من 1000، عندنا جزء من 100 جزء من 10، عفوا جزء من 10 جزء من 100 جزء من 1000، إذا على 1000 جزء من 1000 هي 9، من 10 ما كانش ومن 100 ما كانش. والأخيرة هذه هي 25 زائد 3 على 100، درناها هذه درناهم كاع.
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذن نحو جاهدهما. نروح الآن رقم تسعة، قال لنا أعطي الكتابة العشرية لكل عدد من الأعداد التالية. إذن نفس الشيء، لاحظوا هنا الكتابة العشرية، 43 على 10 هي 4.3، وعندنا 229 على 100 تساوي، إذن 100 رقمين، 1 2 يعني 2.29، و 2017 قسمة 1000 هي، إذن قسمة 1000 1 2 3 إذا 2.017، إذن هذه هي الكتابة العشرية. نروح الآن رقم 10، اكتب كل عدد من الأعداد الآتية على شكل كسر 20. إذا نفس الشيء، راح نكتبوهم كاع ونبداو نحلو فيهم. إذا هانا كتبناهم هنايا، نكتبو كاع حد العدد 3 4 5 6 وندير كسر، عندنا رقمين إذا 100. نفس الشيء نكتبو كاع حد العدد 9 5 6 2، عندنا رقم واحد وراء الفاصلة يعني 10. نكتبو هنايا أيضا 27.04، إذا 2704 قسمة رقمين وراء الفاصلة إذا 100. هنا نكتبو العدد اللي هو 3702 قسمة 3 أرقام وراء الفاصلة يعني 1000. هنا نكتبو كامل العدد، هنا لو كان نحو فاصلة تولي 005، لا يعني هذا العدد ما كانش، يعني الأصفار هذو عفوا، يعني هذه الأصفار لا قيمة لها، إذا تروح تبقى الفقط 5 ونقسمها عندنا رقمين وراء الفاصلة اللي هي 100. إذا هنا أيضا نكتب كامل العدد اللي هو 013، يبقى هذا لا قيمة له، تولي 13 قسمة، هنا عندنا رقمين يعني 100. هنا نكتب كامل العدد اللي هو 47 قسمة، هنا عندنا رقم يعني 10. هنايا لاحظوا هنايا عندنا 15 ماهوش عدد 20، راهو عدد طبيعي. إذا 15 شنديرو؟ نديرو 150 قسمة 10، لو كان تختزلو هاد الأصفار تولي 15 على 1 وهي 15. هنايا نفس الشيء، إذا نكتب كامل العدد ونحي الفاصلة تولي 407 قسمة رقمين وراء الفاصلة اللي هي 100. وهنا أيضا نكتب كامل العدد ندير الكسر، رقم واحد وراء الفاصلة هو 10. هذه هو أطفال. نروحو للتمرين رقم 11، أصفار غير الأصفار الغير ضرورية. جيد، إذا هذه هي الأصفار الغير ضرورية. هنايا لاحظوا 200 تبقى هي، كل الأصفار ضرورية نقراوها 200، إذا هذا أصفاره ضرورية. هنا 0.75، إذا هذا غير ضروري، هي 7.5 فقط، نكتبو 7.5، هذا 0 يعني لا قيمة له. هنا 34.09 ننطقوه، 34.09 راه في جزء العشرة، إذا هذا راهو ضروري منحوش. هنايا 340 هذه نقروه 340، ما نقدروش نحوه، لو كان نحوه يتبدل العدد يولي 34 فقط، دونك راه صحيح 0.40. إذا هذا راه في جزء العشرة، هذا في جزء 100، جزء 100 راهو صفر، إذا لا قيمة له، نجمو نحوه عادي. إذا هذه 340.4، يعني هذا الصفر نجمو نحوه. هنايا 12.0، إذا لا 12 فقط، هذا لا قيمة له، ما عندناش جزء من العشرة راهو صفر. هنايا هذه الصفر 1678، هذا صفر لا قيمة له، 1678 فقط. هنايا 0.66، إذا 0.6 هذا راه قيمته، ما عنده حتى قيمة، 6.6 هنايا راه في جزء المئات ولكن راه معدوم، صفر إذا لا قيمة له، وتولي 6.6 فقط. وهنايا لاحظوا 43500، إذا هنا هادو الأصفار هي ضرورية، لو كان نحيها تولي 435، لكن هنا هذا العدد هو 43500.00، إذا لا قيمة له، لا جزء من العشرة ولا جزء من المئات، إذا تولي 43500 فقط. هنايا 400، إذا هاد الأصفار ضرورية، 400 لو كان نحوها تولي 4، دونك راهي ضرورية، عندنا فاصل. هنايا لاحظوا هنايا 50680 وراء الفاصلة، يعني لاحظوا
الجزء العشري والجزء الصحيح. الجزء العشري الصحيح عفوا أصفاره ضرورية باش نقراو العدد تاعنا 400. أما هنايا الجزء العشري لاحظوا 50680، هنا نقدروا نحو صفر لا قيمة لها، اللي يجي في الآخرة ماشي هذا، هذا راهو في جزء المئات نخلوه، نعرف جزء المئات ومن بعد عندنا جزء الآلاف، هذا يبقى تولي 5068، نقدروا نستغنوا على هذا الصفر، هذا الجزء العشري. لكن لو كان هذا الجزء العشري مكتوب في الجزء الصحيح ما نستغنوش عليه، يعني هذا لو كان نكتبوه بهذه الطريقة غادي نبدلو غادي نقلبوه، تولي 50680 فاصل، هذه يجيبوها لنا 400. لاحظوا هنا كانت الأصفار ضرورية في الجزء الصحيح، هنا رجع في الجزء العشري تبقى غير ضرورية. أما الجزء الصحيح هنا عفوا العشري كان هذا الصفر غير ضروري، كي رجعنا هذا في الجزء الصحيح رجع ضروري 50680. لاحظتوا الفرق بين الجزء الصحيح والجزء العشري؟ الجزء العشري أصفار في الأخير غير ضرورية، أما الجزء الصحيح الأصفار في الأخير ضرورية. فهمتوا؟ هذه هي. نوصل الآن رقم 12، تفكيكات عدد 20. أعطي الكتابة العشرية الموافقة لكل مفكوك مما يلي. إذن هذا راهو مفكوك، عدد 20 مفكوك، راح نكتبو العدد تاعه. قرأوا الأول، لاحظوا 5 في 1000 هذه راهي في الألف، واثنين في 100 هاي في المئات، وسبعة في 10 وستة في 1. إذن راح نكتبوها. إذا بقينا 5 راه في الألف، إذا نكتبو 5 في 1000، بعدين 2 في 100 إذا 2 راها في المئات، والسبعة راها في العشرات، والستة في 1 يعني 6. إذا هذا هو آلاف والعشرات، عفوا المئات والعشرات والآحاد، إذا 5256 بالنسبة للأول. ثاني 2 في 100 وربعة في 10، يعني لاحظوا عندنا المئات وعندنا العشرات وعندنا الآحاد اللي هو 6، إذا 2 في 100 مئات، 4 في 10 4، 6 راهو في الآحاد. بعد طلنا الأجزاء هادو الأعداد العشرية، كسر 20 هذا، إذا نديرو فاصلة، يعني وراء الآحاد عندنا 5 على 10 يعني جزء من 10 اللي هو 5، ثم عندنا وه 7 على 100 يعني جزء من 100 اللي هو 7، عندنا جزء من 10 جزء من 100 جزء من 1000. إذا هذه هي 246.57 بالنسبة للثاني. نروحو للثالث، 6 في 100 و3 في 10 و5، إذا مئات وعشرات وآحاد، إذا 8 و3 راها في العشرات والآحاد راهو 5. الآن عندنا جزء من 10 اللي هو 4، جزء من 100 اللي هو 2، وجزء من 1000 لاحظوا اللي هو 9، إذا 835.429. جيد، الآن نروحو للرابع الأخير، عندنا في 100، إذا المئات وعندنا العشرات وعندنا الآحاد. جيد، لاحظوا هنايا راه جزء من 10، هنا راه جزء من 100، وهنا راه جزء من 1000. إذا نكتبوا المئات اللي هي 5، نكتبوا العشرات اللي هي 2، ونكتبوا الآحاد اللي هي 1. الآن دخلنا للأجزاء، فاصلة، عندنا 6 في 0.1، يعني 6 على 10، 0.1، 6 على 10، إذا راه جزء من 10. ومن بعد قالوا لنا 3 في 0.01، 0.01 يعني جزء من 100، إذا 3 راها في جزء من 100. ثم عندنا 4 في 0.01، لاحظوا هنايا 3 أرقام، يعني 0.01 يعني جزء من 1000، إذا 4. إذا هذه هي 521.634 بالنسبة للرقم 4. نروحو للتمرين رقم 13، أعطي المفكوك النموذجي لكل عدد من عددين. هنا العكس، هنا عطاهم لنا مفكوكين ورجعناها كتابة عشرية، وهنا يراها كتابة عشرية وراح نفكوها كما راهم مفكين هنايا بحول الله. إذا هنايا عندنا العشرات، أنا 11، يلا 3 نضربوها في 10 زائد 2 اللي هو 1، زائد لأننا نروحنا الجزء من 10 يعني 1 على 10، إذا 1 على 10 أو 1 ضرب 0.1، تكتبوا 1 على 10 أو 1 نضربوها في 0.1، إذا زائد 1 من 10 زائد
عادي. زائد هنايا 4 على 100 راه جزء من 100، اذا 4 على 100 هذه، او زائد 4 ضرب 0.01 هذه 4 نضربوها في 0.01 كيف كيف. نروح الان الثانيه، اذا هنا 11 4 ضرب 10 زائد 3 الاحاد، زائد هنا عندنا جزء من 10 اللي هي 9 على 10 او 9 نضربوها في 0.1 زائد جزء من 100 يعني 4 على 100 زائد جزء من 1000 يعني 8 على 1000 هذه نضربوها في 0.01 9 في 0.1 عفوا وهذه نضربها 4 في 0.01 وهذه 8 في 0.01 حطوا الان هذه عندنا 110 احد خمسة ضرب 100 زائد 3 ضرب 10 زائد الاحد اللي هو 9 من بعد هنا عندنا زائد 2 على 10 زائد 8 على 100 نكتبها هنايا نكتبها هنايا 8 على 100 زائد هذه 7 على 1000 جزء 1000 اذا ايضا نفس الشيء تساوي 700 عندنا 7 ضرب 100 زائد 8 ضرب 10 زائد لا احد اللي هي 5 زائد اذا عندنا 9 على 10 هنا جزء المئات ما كاش ما نكتبوش المئات ما عندناش اذا نروح مباشره للالاف اللي هي 2 على هاتو وهنا في الاخير اللي هي تساوي 3 ضرب 100 زائد 5 ضرب 10 احد ما كانش ما نكتبوش زائد الجزء من 10 ما عندناش جزء من 100 فقط اذا نكتبوا 6 على 100 فقط اذا لاحظوا هنايا 2 على 100 2 على 1000 ممكن اننا مثلا نكتبوهم بهذه الطريقه يعني التفكيك ما يكونش بالكسر مثلا نعطيكم فقط مثال 2 على 10 و2 على 100 و2 على 1000 هادو فقط باش تعقلوا عليهم اذا 2 على 10 هي 2 ضرب 0.1 و2 على 100 هي 2 ضرب 0.01 و2 على 1000 هي 2 ضرب 0.001 اذا مع كل ارقام نفس الشيء كل ارقام تبقى عليها هاد الارقام اذا يا اما تكتبوها على شكل قصور هكذا 6 على 100 او 2 على 1000 او 9 على 10 يا اما تكتبوها بهذه الطريقه هنا 9 على 10 هي 9 ضرب 0.1 2 على 1000 قلنا هي 2 ضرب 0.001 نعم الى اخره اذا هذا هو التفكيك نروح الان رقم 14 الاخير قالوا لنا نعتبر العدد العشري 372.568 برر التفكيك فكك حسب على نفس المنوال كل عدد من الاعداد التاليه اذا نبرر التفكيك يلا 300 اذا ها هي 300 زائد 70 عادي زائد 2 في الاحد زائد 0.5 اذا هذا صحيح في الجزء العشري زائد 0.06 راه في الجزء 100 ستة أجزاء من المئة وهذه ثمان أجزاء من الألف نعم راح في جزء الألف هاي أجزاء من المئة أجزاء من عشرة أجزاء من مئة وأجزاء من ألف إذا 0.001 عفوا 8 نفس الشيء راح نفكك هذه الأعداد لو تشوفوا إذا هنا هنايا عندنا 70 هذه 70 وهذه 6 76 أنا فككنا هذا الجزء الصحيح نحو الآن جزء العشري عدنا هنا جزء من العشرات ما كانش نحو مباشرة جزء من المئات عدنا 2 إذا هنا راح ندير زائد جزء من عشرات
إذا 0.02. جزء من عشرات ما كانش، جزء من مئات اللي هي 0.02، زائد الجزء هذا من الآلاف اللي هو 0. قلنا من الآلاف إذا 0.0 هذا 3 أو 1000 هي 100. جزء من 100 رقمين، جزء من ألف 3 أرقام. إذا نروح هنا لاحظوا عندنا الجزء الصحيح اللي هو 800 زائد 10 ما كانش العشرات، عندنا الأحد زائد 9. نروح الآن جزء العشرين زائد عندنا جزء من 10 وجزء من 100. جزء من 10 هو 5 يعني 0.5 جزء من 10. ثم عندنا جزء من 100 زائد 100 0.0 هذا 4، هاي 100 رقمين وراء الفاصلة. نروحوا لهادي 23.42، إذا عندنا 20 زائد 3 جزء صحيح، زائد جزء من 10 0.4 زائد جزء من 100 0.02 جزء من 100. وهنايا عندنا 3 فقط زائد جزء من 10 اللي هو 0.1 عفوا 0.1 زائد جزء من 100 اللي هو 0.0 ماذا 4. هذه هي. اذا انتهينا من صفحه 17، كل تمارين استوحى. خليكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.